السلام عليكم. اليوم الثلاثاء 31/3/2020، قلنا رحنا أول إشي رح نبلش بإجابات الكويز اللي أخذناه يوم الأحد. السؤال الأول بيقول drugs come from، الأدوية تيجي من مصدر أو إيش مصادرها؟ extract of plant، مستخلص من النباتات، ولا بتيجي من بي الانيمالز، ولا من سي المينرالز، ولا دي all of them. طبعا الجواب الصحيح هو all of them، لانه كل اللي سبقوا الثلاثة يعتبروا من مصادر الادوية. طيب السؤال الثاني بيقول it's possible for two drugs to have the same brand name، صح ولا غلط؟ طبعا هاي الجملة غلط، لانه ما بيصير دوايين يكون لهم نفس الاسم التجاري. ممكن يكون دايما في دوايين بيكون لهم نفس الاسم العلمي اللي هم البدائل، وفي دوايين بيكون لهم نفس الاسم الكيميائي، بس ما في دوايين بيكون لهم نفس الاسم التجاري. بيرفعوا على بعض قضية وبدقوا ببعض الشركات. نيجي للسؤال الثالث، opposing action of two drugs، التأثير المتعاكس لدوايين، so that one decrease or cancel out the effect of the other one، واحد بيلغي أو بيقلل تأثير التاني. هذا تعريف الانتاغونيزم، ولا potentiation، ولا addition، ولا synergism. طبعا ما بيصير خلال الامتحان أقولك شو يعني انتاغونيزم، إذا أنا قلت شو يعني انتاغونيزم حلت السؤال، تمام؟ فالجواب هو الانتاغونيزم. طيب أربعة، misuse of drug is the same as drug abuse، طبعا غلط. قلنا لأنه المسيوز أنا بالغلط أخذت الدواء، لكن drug abuse أنا عمداً أخذت الدواء بهدف إنه مثلاً أغير المود تبعي، أو بهدف أغير المسل أكتيفيتي تبعي، تمام؟ نيجي للمحاضرة تبعت اليوم. اليوم بدنا نحكي عن الـ MEC والـ MTC. وين هذا الاشي موجود؟ موجود عنا بالكتاب بصفحة 25 تحت الرسومات البيانية، مبلشين بالموضوع. اذا نشوف ايش هو يعني اختصار MEC. اختصار لايش؟ Minimum Effective Concentration، اقل تركيز فعال. It is the minimum concentration that is required for drug effect، أقل تركيز علشان الدواء يشتغل، تمام؟ نيجي للمصطلح الثاني اللي هو MTC، minimum toxic concentration، أقل تركيز سام، تمام؟ هلأ أقل تركيز سام، مش مبين تعريفه هون على السلايد، هم معرف لنا إياه بالكتاب. Is the minimum concentration in which toxicity usually occurs، أقل تركيز بتحدث فيه السمية. هلأ في عندي رسمتين، رسمة على الشمال ملونة ورسمة على اليمين. الرسمة اللي على الشمال الملونة مش موجودة عندنا بالكتاب، بس أنا حطيتها علشان تعرف شو يعني MEC وشو يعني MTC. نشوف الرسمة. هلأ قلنا منتطلع على عنوان الرسمة اللي هو مش مبين هون عندنا بالرسمة، اللي هو الـ MEC والـ MTC. بعدين شو منتطلع؟ منتطلع على المحور السيني، وبعدين على المحور الصادي. المحور السيني بيكون عليه الـ Independent Factor، العامل المستقل. العامل المستقل هنا إيش هو؟ time، الزمن. نطلع بعدين على الـ y axis اللي هو المحور الصادي، إيش موجود عليه أو إيش عادة بيكون عليه؟ اللي هو dependent factor، العامل المعتمد. وهنا إيش هو العامل المعتمد؟ الـ plasma drug concentration، يعني هو بده يشوف علاقة الزمن مع تركيز الدواء في بلازما الدم، تمام؟ هلا فينا ثلاث مناطق ملونة. أول منطقة اللي هي الزرقاء، المنطقة الزرقاء هون بيضلوا الدواء يطلع تركيزه عبين ما يوصل للـ MEC، تمام؟ طول ما هو الدواء في المنطقة الزرقاء بيكون مش شغال، تمام؟ عبين ما يوصل للـ Minimum Effective Concentration، أقل تركيز فعال، بيصير الدواء شغال. بيدخل في المنطقة الخضراء،
المنطقة الخضراء بيضل يزيد تركيزه ليوصل للمنطقة اللي هي الزهرية، بصير minimum toxic concentration، أقل تركيز سام. يعني أني منطقة المنيحة فيهم، أني منطقة اللي لازم إحنا نحافظ على الدواء تركيزه، في المنطقة الزرقاء أحافظ على تركيز الدواء في المنطقة الزرقاء، ولا أحافظ على تركيز الدواء في المنطقة الخضراء، ولا أحافظ على تركيز الدواء في المنطقة الحمراء؟ لا، لازم نحافظ على تركيز الدواء في المنطقة الخضراء. شو كاتب لك عندها على اليمين؟ Ideal dosing range. ليش بدي أحافظ عليه في المنطقة الخضراء؟ لأنه إذا ضل الدواء في المنطقة الزرقاء، هاي المنطقة ineffective، غير فعالة، تمام؟ وإذا وصل للمنطقة الحمراء، هاي المنطقة toxic، تمام؟ أنا لا بدي إياه يكون الدواء غير فعال، ولا بدي إياه يكون سام، بدي إياه يكون فعال ومش سام بنفس الوقت، وهو بيكون هذا الحكي في المنطقة الخضراء. نشوف الرسمة اللي على اليمين حاطط لنا إياها، نفس اللي موجودة عندنا بالكتاب. نشوف أول إشي إيش قلنا بنتطلع، بنتطلع على عنوان الرسمة Hypothetical Drug Blood Level Time Curve، تمام؟ Blood Level اللي هو تركيز الدواء في، أو شو اسمه، تركيز الدواء في الدم مع الزمن. For conventional solid dosage form، لأدوية solid dosage form هي الأدوية الصلبة، يعني زي الحبوب الكبسولات، هذا كله بنقول عنه solid dosage form. From an a multiple action product، multiple action يعني أنت أعطيت كذا جرعة منه. أوكي، طيب نيجي نشوف، قلنا شو بنطلع على الاكس اكسس والواي اكسس. كمان مره الاكس اكسس اللي هو العامل المستقل الزمن، هون ايش بيقيسوا بين قوسين اور، اتش ار يعني اور بالساعات. على الشمال اللي هو الواي اكسس ايش عليه، الديبندنت فاكتور اللي هو العامل المعتمد، وهون هو الدراج بلاد ليفل. اوكي طيب ماشي الحال، نشوف اعطى الدواء من منطقة الصفر، ساعة الصفر أعطينا الدواء للمريض، بلش التركيز يرتفع 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 عبين ما وصل خط الـ MEC. متى وصل خط الـ MEC صار إيش؟ فعال. ببلش يزيد 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 خلال المنطقة اللي هي فعالة، بعدين ببلش الجسم يهضم فيه يهضم فيه، بصير يتناقص التركيز، عمل زي راس الجبل، ببلش ينزل ينزل ينزل، تمام؟ عبين ما يوصل المنطقة المتقطعة conventional dosage form، ساعتها أنا بدي أعطي الجرعة الثانية، تمام؟ لأنه إذا قل عن الـ MEC بصير الدواء غير فعال، المريض بتظهر عليه أعراض المرض، برد بعطي أنا الجرعة الثانية، تمام؟ ببلش يزيد بيزيد 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 عبين ما يوصل لرأس الجبل، بعدين الجسم ببلش يهضم فيه، بينقص 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 عبين ما يرجع ايش، يلامس خط الـ MEC اللي هو minimum effective concentration، نعطي الجرعة الثالثة، وهكذا حافظنا عليه في المنطقة اللي هي بين الـ MEC والـ MTC. ما بدي يقل عن الـ minimum effective ولا يزيد على الـ minimum toxic. نشوف السلايد بعدين، بيقولنا ideally بشكل مثالي we want to have concentration between MEC and MTC، زي ما حكينا قبل شوي على الرسومات البيانية اللي مرقت قبل شوي، at all time في كل الوقت لازم الدواء يكون بين الـ MEC والـ MTC، وهذا الشيء بيقولوله therapeutic window، كمان شوي بنعرفه. خلينا نشوف الرسمة هاي، الرسمة هاي مش موجودة بالكتاب، بس علشان توضح الفكرة أكتر شوي، في عندي رسم بياني، المحور السيني الزمن، والمحور الصادي التركيز concentration يعني تركيز. في عندي ثلاث منحنيات، منحنى باللون الأزرق، منحنى باللون الأخضر، ومنحنى باللون الأحمر، وعندي الخطين تبعيني المينيموم إفكتيف كونسنتريشن والمينيموم توكسيك كونسنتريشن. إحنا اتفقنا عشان يكون الدواء فعال بدي إياه يكون بين المينيموم إفكتيف كونسنتريشن والمينيموم توكسيك كونسنتريشن، بين التركيز الفعال والتركيز السام، أقل تركيز فعال وأقل تركيز سام. نشوف أنو من المنحنيات الثلاثة إعطاؤه للدواء صح. نشوف، نبلش بالدواء الأزرق.
الدواء الأزرق طول الوقت ضلوا بإيش؟ ضلوا أقل من المينيمم إفكتيف كونسنتريشن. حيستفيد المريض؟ لا طبعاً ما بيزبط، يبقى الخط الأزرق أو المنحنى الأزرق غلط. نيجي للمنحنى الأخضر. المنحنى الأخضر ببلش يطلع، بيعدي الخط تبع المينيمم إفكتيف كونسنتريشن، بعدين بيرجع ببلش الجسم يهضمه، بتناقص وبينزل تحت المينيمم إفكتيف كونسنتريشن. هذا منيح ولا مش منيح؟ طبعا منيح. اوكي، طب ما هو نزل تحت المينيمم إفكتيف كونسنتريشن، برد بعطي جرعة تانية، بيرد بحافظ عليه، بيطلع وبحافظ عليه ب التركيز ما بين المينيمم إفكتيف والمينيمم توكسيك. طب نشوف المنحنى الأحمر. المنحنى الأحمر أعطيناه الدواء، بلش يطلع، عدى المينيمم إفكتيف كونسنتريشن كويس لحد هلأ، لكنه إيش؟ عدى المينيمم توكسيك كونسنتريشن. ما بصير، معناته المريض رح يظهر عليه أعراض تسمم. أعراض التسمم تختلف حسب نوع الدواء، ممكن تكون بسيطة زي مثلا نقول مشاكل في الجهاز الهضمي، وممكن تكون طبعا خطيرة جدا إذا أثرت على القلب أو أثرت على الجهاز العصبي، بيرجع لطبيعة الدواء. إذا أنو من هدول المنحنيات صح إعطائه؟ اللي هو موجود باللون الأخضر، لازم نحافظ عليه بين المينيمم إفكتيف كونسنتريشن والمينيمم توكسيك كونسنتريشن. نشوف عنا السلايد اللي بعدين، اللي هو موجود هذا الحكي بصفحة 26. بتقول عنا عن الثيرابيوتيك ويندو، الثيرابيوتيك اندكس، اللي هو المنسوب العلاجي. المنسوب العلاجي مصطلح اقترحوه علشان يوصفوا الدواء، بيهمنا أو بيعتمد على مصطلحين تانيين، ناخدهم حبة حبة نشوف شو هم وشو أهمية هذا الثيرابيوتيك اندكس. بيقولوا لنا في إشي اسمه ليثال دوز 50، إيش يعني؟ أو بيختصروا عفوا LD50، اللي هو the dose that is lethal أو that kill 50% of animal tested. تمام، الجرعة اللي بتقتل 50% من الحيوانات اللي احنا عم نفحص عليهم الدواء. usually expressed by milligram of chemical per kilogram body weight، عادة بيعبروا عنها بالمليجرام من الدواء لكل كيلوغرام من وزن الجسم. إذا الليثال دوز أو الـ LD50 هي الجرعة القاتلة لـ 50% من العينة. طيب في مصطلح تاني بيقول الإفكتيف دوز، الجرعة الفعالة أو اللي هي ED50. شو هي؟ The dose that is that exert، المفروض يكون كاتبين that exert therapeutic effect in 50% of animal tested. تمام، الجرعة اللي بتعطي تأثير علاجي ل 50% من الحيوانات اللي بنعمل عليها التجربة. برضو usually expressed by milligram of chemical per kilogram body weight، برضو بيعبروا عليها، بيعبروا عنها بالمليجرام من الدواء لكل كيلوغرام من وزن الجسم. طب شو العلاقة اللي بتربط ال LD50 بال ED50؟ العلاقة اللي بتربط بين التنين اللي هي therapeutic index. therapeutic index بيعرفوه اللي هو TI the ratio of LD50 to ED50. TI therapeutic index يساوي ال LD50 الجرعة القاتلة ل 50% من العينة على الجرعة الفعالة ل 50% من العينة. طيب نيجي نشوف عنا بعد therapeutic index، the therapeutic index dose embody concept that is fundamental in comparing the usefulness of one drug with another safety. يعني فعالية الدواء، بيقارن فعالية الدواء بكفاءته. In relation to efficacy as TI therapeutic index larger، إذا كانت ال therapeutic index أعلى بيكون الدواء أأمن. تمام، إذا كانت قيمة therapeutic index أعلى بيكون الدواء آمن. منيح ولا مش منيح؟
منيح. تمام، if TI إذا كانت therapeutic index value small بيكون hazard خطر. تمام، and should be taken carefully ولازم يتاخد بحذر. يبقى يفترض إن therapeutic index الرقم تبعها يكون عالي. example therapeutic index of paracetamol is wide، المنسوب العلاجي للباراسيتامول اللي هو الريفانين عالي، وبالتالي indicate safe drug. قديش الناس بتاخد من البنادول؟ بيتاخد حبة 4 مرات في اليوم. في ناس بزبطش معهم لازم ياخدوا حبتين 4 مرات في اليوم. إذا عمرك فتحت علبة الدواء شو بيكون كاتب لك عليها؟ but do not exceed 10 tablet per day، يعني ما تتعدى، خد حبة 4 مرات أو حبتين 4 مرات. حبتين 4 مرات قديش وصلنا؟ 8 حبات في اليوم. but do not exceed اللي هو ما تعدي 10 حبات في اليوم. تمام، طبعا لو احنا حسبنا الجرعة السامة للباراسيتامول يعني المفروض تعدي نص باكيت من الريفانين عشان توصل الجرعة السامة، طبعا مش الجرعة القاتلة، الجرعة السامة اللي بتعمل مشاكل في الكبد. اوكي، اذا الباراسيتامول او الريفانين او البنادول يعتبر دواء امن. ليش؟ لانه له وايد ثيرابيوتيك اندكس. طيب نيجي نكمل السطر. while in digoxin narrow therapeutic index، مين هذا الدايجوكسين؟ الدايجوكسين هذا دواء بيستخرجوه من نبات اسمه كف الثعلب، مهم ل بيعطوا للناس اللي معهم فشل في القلب على اساس يقوي انقباض عضلة القلب، لكن هو مش دواء بيعطيه الدكتور للمريض وبقول له روح روح اشربه في البيت، لا، بيقعده في المستشفى اسبوع زمان، بيعطوه الدواء بالأبر وبيقيسوا تركيز الدواء في الجسم عبين ما يوصل لتركيز معين. تمام، بعدين بيكملوا على الجرعة تابلت حبوب وبيروحوا للبيت. ليه؟ لأنه الدواء خطر كتير، حساس كتير. قديش تركيزه؟ يعني لو انت شفت الباراسيتامول قديش الحبة بيكون مكتوب عليها؟ بيكون مكتوب 500 ميلي جرام باراسيتامول في الحبة، ناشي الحال يعني نص جرام. الدايجوكسين الحبة الوحدة بيكون مكتوب عليها 0.25 ميلي جرام. قدي يعني 0.25 ميلي جرام؟ يعني ربع الميلي جرام. الباراسيتامول 500 ميلي جرام، الدايجوكسين ربع ميلي جرام، ناشي الحال، يعني كمية كتير كتير صغيرة. وعشان الدكتور يعطيه للمريض قلنا بده يكون حذر كتير، بده يقعده في المستشفى أسبوع زمان عبين ما يزبط الدواء، بعدين يروحه على البيت. أوكي، نيجي نشوف الرسمة اللي موجودة عنا. قلنا الرسم البياني ما بدنا ننرفذ منه، شو حاطط لنا الفيجر أو شو اسمه رقم الرسمة 2-4 LD50 وED50 and TI، بيوضح لي الليثال دوز للخمسين بالمية والإفكتيف دوز لخمسين بالمية والثيرابيوتيك إندكس. أوكي، حاطط لي منحنيين جوا، منحنى باللون الأزرق ومنحنى باللون الأحمر. أوكي، المنحنى اللي باللون الأزرق بإيش عنوانه؟ عنوانه therapeutic effect. تمام، بنص المنحنى بيكون اللي هو الـ ED50 الـ effective dose. إذن الـ effective dose لخمسين بالمية من الـ population. تمام، جاي عنا في نص المنحنى، نمشي على اليمين شوي نشوف المنحنى الأزرق. إيش هو هذا المنحنى الأزرق؟ اللي هو toxic effect، التأثير السام. بدي أشوف أنا الـ TD50 اللي هي التوكسيك دوز، أو طبعا قلنا الليثال دوز أكتر شوية من التوكسيك دوز. التوكسيك دوز لخمسين بالمية من البوبوليشن، ووضع طبيعي التوكسيك دوز تكون أكتر من الإفكتيف دوز. بنقسمهم على بعض شو بيطلع معانا؟ بيطلع الثيرابيوتيك اندكس. شايفين الكلمة اللي موجودة على السهم بين المنحنيين اللي هي الثيرابيوتيك اندكس. إذا كانت المسافة هاي وسعة بيكون وايد ثيرابيوتيك اندكس زي البنادول، وإذا كانت المسافة هاي قليلة يعني الفرق بين التركيز
السام أو التركيز السام والتركيز الفعال قليلة بيكون نارو ثيرابيتك إندكس زي الدايجوكسين. تمام؟ أنو أفضل للأدوية؟ الأفضل للأدوية يكون المنسوب العلاجي أو فترة الأمان فيها اللي هي ثيرابيتك إندكس تبعها يكون وايد مش نارو. تمام؟ نشوف السلايد اللي بعديه. هون آخر سلايد اللي هي الفاكتورز which may affect drug doses، وين موجودة عندنا بالكتاب؟ موجودة صفحة 27. إيش يعني بده؟ بده العوامل اللي بتأثر على الدراج دوزز، بتأثر على حساب الجرعات. في عدة عوامل ذاكرها، طبعا هدول اللي ذاكرنا إياهم العوامل الرئيسية. إيش بيأثر على طريقة، عفوا، إيش اللي بيأثر على جرعة الدواء؟ أول شيء الـ age of the patient، عمر المريض. إيش معنى ده؟ إنه الأطفال الصغار والكبار كتير في العمر بدهم طريقة جرعة مختلفة شوي، لأنه إنزيماتهم ما بتهضم الدواء نفس الأدلتس، نفس الناس البالغين. فنشوف شو كاتب لنا. There are considerable variation. Considerable variation يعني اختلافات مهمة in response related to age. تمام؟ بالنسبة للاستجابة related to age. ليش؟ Due to different in patient size. أول إشي ال patient size بيكون مختلف، حجم البني آدم مختلف، فتوزيع الدواء مختلف بالصغار عن الأدلت. زي ما قلنا الإنزيمز برضو بتكون مختلفة. Particular care is required in calculation of dose suitable for children. لازم ندير بالنا وإحنا بنحسب الجرعة للأطفال. Usually the doses given for adult between 20 ل 60 سنة. عادة الأدلت دوز أو جرعة البالغين بتكون للناس اللي ما بين العشرين والستين، أوكي؟ أو يعني بين الثمنتاش والستين. الجرياتريك اللي هم الناس الكبار في العمر above 60 years بيقولوا لهم جرياتريك أو كبار السن. Needed to reduce the dose. ليش بدنا نقلل لهم الجرعة؟ As the liver becomes exhausted. الكبد بيصير إيش؟ منهك. Many drugs are not suitable to be given for infant and children. بعض الأدوية ما بيزبط تنعطى للإنفانت، إنفانت اللي هم حديثي الولادة، و children اللي هم الأطفال. يعني في ناس بيقول لك مثلا هلأ هون حاطين لنا ثلاث معادلات علشان يحسبوا الجرعة للأطفال. طبعا في تحفظ على هذا الإشي. ليه؟ لأنه ممكن الدواء يكون ما بينعطى أساسا للأطفال. زي مثلا لما سألت زميلة من زميلاتكم على الجروب، قالت إيش أدوية مثلا كاتيجوري دي وكاتيجوري إكس. قلنا لها الكاتيجوري دي زي الدواء التتراسايكلين. التتراسايكلين ما بيصير ينعطى للستات الحوامل لأنه بيرتبط بالعظم تبع الجنين وبيعملنا مشاكل فيه. فتحت أي ظرف التتراسايكلين ما بيصير تعطيه لطفل صغير في طور النمو. ماشي الحال؟ قللت الجرعة، أعطيت نفس الجرعة الأدلت، ما بيصير ينعطى إطلاقا، أوكي؟ لكن لأغراض الشامل إذا أعطاك جرعة الأدلت تقدر تحسب جرعة للتشيلدرن. لكن في الواقع العملي مش هذا اللي بيصير. كل دواء إله زي ما نقول مرجع وإله دوز. في دوز للأدلت، في دوز للتشيلدرن. هاي المعادلات الثلاثة بتساعد لأغراض الشامل بنحفظها، لكن في الواقع العملي عشان أطلع الدواء بينعطى للأطفال ولا لا، إيش الدوز تبعته، بدي أفتح على دستور الأدوية وأطلع جرعته بالضبط، بينعطى ولا ما بينعطى، وإذا بينعطى قديش جرعته. تمام؟ لكن هدول المعادلات الثلاثة بيساعدوني. نشوف إيش هم هدول المعادلات الثلاثة. أول واحدة بيقولوا لها يونغز رول. شو بتقول يونغ رول هاي؟ بتقول الـ child dose تساوي الـ age
العمر بالسنين بين قوسين واي ار، هاي يعني بالسنوات، على الايج برضو بالسنوات زائد 12، اوكي، ضرب الادلت دوز. يعني انت بتقدر تحسب الجرعه للاطفال بناء على عمر الطفل. هاي وحده. نشوف الثانيه، طبعا انا خليت لكم اياها، الثانيه مش قلبه زي ما هي مش قلبه بالكتاب، هو كاتب بالعكس، يعني المفروض تشايلد دوز تساوي الاشي اللي حاطه، مش مشكله. الويت بالال بي، تمام، اللي هو بالباوند، على 150 ضرب الادلت دوز. الباوند تقريبا نص كيلو، فمعناته هون ايش عماله بيحسب؟ بيحسب الجرعة بناء على وزن الطفل. الاولانية كان بيحسب الجرعة بناء على عمر الطفل، الثانية بيحسب الجرعة بناء على وزن الطفل. طيب نيجي للثالثة، التشايلد دوز تساوي الايج باليرز على 20 ضرب الادلت دوز. هنا بيحسب الجرعة بناء على العمر. يبقى في عندي ثلاث معادلات، واحدة بتحسب جرعة الأطفال بناء على العمر، والثانية بتحسب الجرعة بناء على الوزن، والثالثة بتحسب الجرعة بناء على العمر. لو أنت بدك تتسلى في البيت وحبيت تحسبها مثلا للريفانين، الريفانين الأدلت دوز 500، ماشي، احسبها لطفل صغير وزنه 10 كيلو، عمره مثلا 5 سنوات، وشوف لي قديش بتطلع. احنا كنا نجربها مع الطلاب في الكلية، فيطلع عنا مثلا ارقام متقاربة مش ارقام متماثلة. مثلا الشراب تبع الريفانين جرعته قديش؟ 125، اوكي، في 125 في 250، فلما نحسبها للأطفال يطلع معك مثلا 120، يطلع معانا 118 بناء على الأرقام اللي نحطها. طبعا بالنسبة لدواء زي الريفانين وايد ثيرابيوتيك اندكس، مش مشكلة كبيرة، طلعت 120، طلعت 125، طلعت معك 118، اتس اوكي، ماشي الحال. لكن الأدوية أخطر من هيك، لازم يكون الموضوع دقيق. زي ما قلنا كل دواء لازم نفتح على دستور الأدوية وأشوف جرعته للأطفال، ما بيصير أستخدم هدول المعادلات التقريبية. هلا هم حاطين لنا مثال، نشوف example one، معطيك سؤال ومطبق لك على معادلة من المعادلات. نشوف الأدلت دوز أوف درج إز 5 جرام. إذا كانت الأدلت دوز 5 جرام، طبعا 5 جرام كتير، تمام، يعني بدك تقول أكم من حبة ريفانين، يعني 10 حبات ريفانين. What is the dose for a 3-year-old child؟ قديش الجرعة رح تكون لطفل عمره 3 سنوات؟ هون بدي أستخدم أي واحدة فيهم، اللي بتعطي علاقة الجرعة مع العمر ولا علاقة الجرعة مع الوزن؟ أي معادلة بتعطي علاقة الجرعة مع الوزن. هو اختار مين؟ اختار الأولانية، يونغز رول، بيقول لك ال يساوي ال children dose تساوي الايج على الايج زائد 12 في الادلت دوز. الايج عمر الطفل كان 3 سنوات على 3 زائد 12 ضرب 5. ايش هي الخمسة؟ هاي الخمسة هي الادلت دوز، ويساوي 1 جرام. يبقى اذا كان الدواء بينعطى للكبار 5 جرام، بدك تعطي لطفل عمره 3 سنوات 1 جرام. الحكي منطقي، بس زي ما قلنا الجرعة مش منطقية كتير كبيرة. طيب نشوف الاكزامبل 2، what is the dose for 40 lb؟ شو هذا ال lb؟ قلنا اللي هو الباوند، الباوند بيجي تقريبا نص كيلو، تمام. 40 lb child if the average adult dose of the medication is 10 mg. طبعا اذا كان معطيك الوزن بالكيلوغرام ما بتزبط المعادلة، لازم تحوله للباوند وبعدين بتعمل الحسبة. أي معادلة بدنا نستخدم، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ طبعا اللي بتحكي الجرعة بناء على الوزن، اللي هي المعادلة الثانية، اللي هي الوزن على 150 في الأدلت دوز. كاتب لنا إياها، حاسب لنا إياها الوزن قديش بده يكون هنا. طبعا بالإل بي، لأنه
40، 40 على 150، 150 هي موجودة أساساً في القانون، ضرب الأدلت دوز هو كاتب لنا إياها بآخر السطر تبع السؤال 10 ميلي جرام، يعني 40 على 150 ضرب 10 ويساوي 2.67 ميلي جرام. تمام هيك؟ فإذا كانت جرعة الكبار 10 ميلي جرام، جرعة الطفل هذا ما أعطانيش قديش عمره بس وزنه تقريبا 20 كيلو، راح تكون جرعته 2.5 تقريبا ميلي جرام. حلو؟ إذا العوامل اللي بيعتمد عليها جرعة الدواء، أول شيء العمر، وقلنا العمر مهم لأنه مرتبط بالحجم ومرتبط بكفاءة الكبد، أوكي؟ وأخذنا ثلاث معادلات وقلنا في إنه تحفظ على هدول المعادلات، لكن الأغراض الشامل بدنا نحفظهم. نيجي عمرهم جابوا عليهم حل أسئلة؟ ما عمرهم جابوا حل أسئلة. نيجي للسؤال السؤال الفاكتور الثاني size of the patient. طبعا حكينا قبل شوي عنه، أوكي، بس هو يعني حكينا عن العمر، ركزنا أكثر على العمر، هلأ بدنا نحكي عن حجم البني آدم. This can be expressed in terms of body weight. تمام؟ عن إيش بعبر عن حجم البني آدم؟ بوزنه. The larger the body, the lower will be the concentration. كل ما زاد حجم البني آدم رح يقل التركيز. ليش كل ما زاد حجم البني آدم بيقل التركيز؟ شايفين عنا العلاقة هاي اللي مكتوبة بالخط الغامق، الconcentration يساوي الماس على الفوليوم، التركيز يساوي الكتلة على الحجم. إذا حجم البني آدم كبر اللي هو المقام كبر، شو بيصير بقيمة الكسر؟ إذا المقام عندك كبر الكسر بيقل، صح؟ مش هيك جماعة الرياضيات بيحكوا؟ فإذا كل ما زاد الحجم تبع البني آدم التركيز تبع الدواء بقل، يعني عشان أوصل للتركيز الفعال بصير بدي أعطيه دواء أكتر. طيب نكمل السطر اللي بعديه. To correct the variation due to difference in weight, the dose may be expressed as dose per kilogram. وعشان ما تروحش في المتاهة، في المتاهة هاي تبعت قصة الوزن، عادة الأفضل إنه الدواء تنعطى جرعته بير كيلوغرام، بقول لك مثلا 5 ميلي جرام بير كيلوغرام، 10 ميلي جرام بير كيلوغرام لكل ايش كيلو من وزن البني ادم. فاذا مثلا دواء 5 ميلي جرام جرعته 5 ميلي جرام لكل كيلوغرام، بدك تعطيه لبني ادم وزنه 20 كيلوغرام، بتقول 5 في 20 ويساوي 100 ميلي جرام، انا لازم اعطيه 100 ميلي جرام. رح ناخذ محاضرة لحالها عن الحسابات هاي الصيدلانية لحالها، طولوا بالكم. نيجي للpatient 6 اللي هو العامل الثالث، جنس المريض بيفرق إذا كان المريض ميل أو فيميل، إذا كان ذكر ولا أنثى. شو الملاحظة اللي حاطت لنا إياها أو موضح لنا الموضوع؟ female usually needs less dose than male. عادة الأنثى بتحتاج جرعة أقل من الذكر. ليش؟ as they have less weight، الوزن تبعهم أقل، and more fatty mass، النسيج الدهني في الأنثى أكثر نسبة للوزن. also take into consideration pregnancy and lactation، لازم ناخد الحمل والإرضاع بعين الاعتبار، زي ما أخذنا في الوحدة الماضية في أدوية كاتيجوري A بتنعطى بسهولة، كاتيجوري B بتنعطى مع دايرة بال، كاتيجوري دي بدنا ايش نشوف هل الاعراض الجانبية او الفوائد او هل الفائدة من الدواء بتغطي المضار اللي رح تنتج عنه. اذا هيك ممكن نعطي الدواء وفي مخاطرة، كاتيجوري اكس ما بيصير تحت اي ظرف تنعطى لهدي للفيميل. طيب نشوف اربعة root of drug administration. اذا العامل الاول اللي هو عمر المريض، العامل الثاني حجم المريض، العامل الثالث جنس المريض، العامل الرابع root of drug administration طريقة اعطاء الدواء. هلا طرق اعطاء الدواء رح تاخدوهم بالتفصيل بالصيدلانيات، ولا قدام رح ناخد عنهم اكتر يتوضحوا اكتر، لكن بشكل سريع the dose of a drug given sublingual. sublingual تحت اللسان، عادة 3 على 4 من الدوز given orally.
الدواء اللي بينعطى تحت اللسان عادة بيكون تلت ارباع الدواء اللي بينعطى اورالي، اقل من الدواء اللي بينعطى عن طريق الفم بربع. تمام؟ ليش؟ لانه الدواء اللي بده ينعطى عن طريق الفم لازم يدخل على الجهاز الهضمي، لازم يدخل الدورة البابية، بعد ما الجسم يمتصه الكبد رح يهضم جزء من الدواء، لذلك بوصل تركيز الدم أقل. أوكي؟ فلما بيجوا بيحسبوا حساب الدواء اللي بده ينعطى أورالي، بيحسبوا حساب الكمية اللي رح يهضمها الكبد، فبيزيدوا الجرعة شوي. لكن الدواء اللي بده ينعطى سبلينجوالي تحت اللسان ما في عنده روحة على الكبد، رح يروح لمجرى الدم مباشرة، فبالتالي ما في داعي أزيده شوية لأنه ما رح ينهضم منه أي إشي. أوكي؟ فبالتالي إذا الدواء اللي بينعطى تحت اللسان أقل من الدواء اللي بينعطى عن طريق الفم. طيب، هذا قلنا رح يتوضح بالوحدة القادمة. Injection need less dose than oral. الحقن برضو كمية الدواء فيها أقل من الأورال to give the same effect. وأعطيناكم مثال برضو على الجروب لما سألوا الطلاب إنه مثلا الفولترين عندي الدواء الحبوب 50 ميلي جرام، 50 ميلي جرام بده ينعطى 3 مرات في اليوم عشان يعطي تأثير تسكيني، بينما الإبرة تبعت الفولترين قديش مكتوب عليها 75 ميلي جرام. الدواء الأورال قديش أخذت منه؟ 50 و50 و50، يعني 150، بينما الدواء الإبر أخذنا منه 75. فإذا برضو لنفس السبب، لأنه الإشي الأورال لازم ينهضم جزء منه عن طريق الكبد. نكمل الجملة، شو بيقول؟ الـ IV injection lead less dose than الـ IM. الأبر اللي بتنعطى عن طريق الوريد أقل كميتها من الدواء اللي بينعطى عن طريق العضل. ليش؟ لأنه العضل برضو فيه امتصاص، لكن الإبرة اللي في الوريد انت حطيت الدواء مباشرة في مجرى الدم، لا في عنده امتصاص ولا توزيع ولا إشي، على طول دخل مجرى الدم بوصله لجميع أنحاء الجسم. نيجي للعامل الخامس اللي هو time of administration. المحاضرة اليوم طولت شوية بس لأنه بدنا الموضوع يكون متكامل. Time of administration، وقت إعطاء الدواء. Presence of food in stomach will delay drug absorption. والحكي هذا منطقي، إذا في أكل في المعدة بيقل الامتصاص. 6 type of drug، ونرجع منقول نوع الدواء أهم إشي بجرعة الدواء. Some drug different give different effect by different doses. في بعض الأدوية إذا غيرت أنت الجرعة بيكون تأثيرها مختلف. كيف يعني؟ example معطينا إياه، plant extract في مستخلص من نبات، اسم النبات الإبيكاكوانا. إبيكاكوانا عرق الذهب، عرق جاي بين قوسين والذهب جاي مع السطر الثاني. A small dose، إذا كانت الجرعة القليلة من الدواء هذا بيشتغل expectorant، مقشع، بيساعد على تدويب البلغم اللي موجود في الجهاز التنفسي. And large dose، وإذا أنا أعطيت الجرعة عالية شو بيصير؟ emetic، مقيئ. تمام؟ ليش بدي أخلي الواحد يراجع؟ إذا تسمم بنخليه يراجع. أوكي؟ فإذا البلانت إكستراكت هذا الإبيكاكوانا إذا أعطيت جرعة قليلة بيشتغل مقشع، وإذا أعطيت الجرعة العالية بيشتغل مقيئ. طيب نشوف العامل السابع اللي بيعتمد عليه الدراج دوز، patient condition and severity of illness، وضع المريض وشدة مرضه. Example of dose hypotensive drug is adjusted، بنعدل الدواء الخافض للضغط لحد إيش؟ until satisfactory fall in blood pressure is achieved. ماشي؟ يعني مرضى الضغط في ناس بياخدوا نوع واحد من الدواء، في ناس بياخدوا 4 أدوية مختلفة علشان يقدروا يسيطروا على الضغط بناء على severity of illness، على شدة المرض عندهم. وآخر شيء giving mixture of drugs، give drug mixture need to decrease the dose of each drug compared by if given alone. إذا أنا بدي أعطي 3 أدوية
لازم أقلل جرعة كل واحد. يعني إذا الواحد لحاله، الدواء الواحد لحاله بكفي 100 ميلي جرام، أنا بدي أعطي دويين مختلفين، أبو 100 لازم أنقصه شوية يوصل مثلا ل75 ميلي جرام، لأن الدويين مع بعض يا رح يكونوا سينرجسم إفكت يا بيعطوا أديتيف إفكت، يعني رح يكون دراج دراج إنكمباتبلتي. ماشي الحال، لهون بنكون خلصنا المحاضرة الثانية. المرة الجاي إن شاء الله يوم الخميس بيكون عنا آخر محاضرة في الوحدة الثانية، وبعديها المحاضرة اللي بعديها بناخد كويز. يعطيكم العافية. بس بدي أحكي لكم إنه الأسبوع الجاي احتمال يبلشوا شو اسمه بالبرنامج تبع الكلية، إنه ناخد المحاضرات على الجوجل كلاس روم. ماشي الحال، قبل ما يوضحوا لنا الأمور كيف منخبركم. يعطيكم ألف عافية.